ازاي شفت المباراة من بعيون طبعا سعودي واعلام اعلامي كبير زي حضرتك يا فندم؟ شوف يا حبيبي كابتن طارق، اول شيء لازم نعترف بشيء واحد، ان الزمالك توقف الفتره الماضيه وما لعب لعيبته في ثلاث مباريات. ترى انا متابع لكل الدوري، يعني كل الدوري المختصر. صحيح. طبعا حريف على مباراه الزمالك اكيد، يعني فالزمالك ثلاث مباريات الاخيره ما لعب لعيبته، لعب اللعيبه الناشئين. صحيح. لذلك كان في راحه سلبيه للاعبين. فانا كنت اتمنى ان المباراه الاخيره، كنت اتمنى يعني المباراه الاخيره انه يلعبوا اللعيبه الاساسيين حتى يستعيدوا جو، يعني حساسيه الكوره، لانه لما يبتعد اللاعب ثلاثة اسابيع اعتقد انها، انت تعرف يا كابتن، انها تاثر عليك حساسيه. صحيح. لكن في كل الاحوال الزمالك قدم مباراه طيبه، خسر بضربات الترجيح. صح. مبروك للهلال، فاز لك للزمالك. الزمالك عنده منافسات وعنده بطوله كاس مصر ان شاء الله باذن الله في الايام القادمه، وان شاء الله باذن الله تصير البطوله الرابعه على التوالي. وهذا والزمالك ان شاء الله باذن الله فريق بطل يستحق دائما البطولات، وافريقيا ان شاء الله باذن الله السنه الجايه يكون مشارك في افريقيا، وان شاء الله باذن الله يكون بطل دوري ابطال افريقيا باذن الله. ان شاء الله. الوسائل الاعلام السعوديه كيف تابعت المباراه والاجواء اللي صاحبت المباراه؟ الحقيقه اجواء كانت في منتهى الروعه والجمال داخل استاد لوسيل. طبعا طبعا يعني في متابعه للمباراه على جميع الاصعده للامانه، وكانوا يعني حتى الاهتمام الجماهيري والاعلامي بالمباراه، وكان في يعني حتى ظهر يعني الكرنفال، هذا كرنفال جميل من 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 في المباراه. والمباراه حقيقه يمكن يعني خلينا نقول نكون بصراحه اكثر، الهلال كان اكثر يعني تواجدا في الملعب، يعني ما توقف عن المباريات، كان الدوري عندنا لانه الاكثر جاهزيه، الاكثر جاهزيه من من من, من الزمالك. ومع ذلك الزمالك قدم مباراه طيبه للامانه، ما كان سيء يعني، ما يعني حتى لما خسر بضربات ضربات الترجيح. صح. اللي هي نعتبرها ضربات الحظ. صح. وبالتالي الزمالك يستحق، وانا يعني كان اعطي له جائزه ثانيه للامانه لهذا الاداء. ولكن الهلال فريق، دائما احنا نعرف الهلال فريق بطل، دائما في البطولات دائما يتواجد، حتى الزمالك فريق بطل. يعني كان يعني انا قبل المباراه كنت اتوقع المباراه 50-50 الهلال ولا الزمالك، وفي النهايه فاز الزمالك، فاز الهلال، ومبروك للهلال. ان شاء الله الزمالك قادر يعوض في البطولات، هي طلع على فكره هي بطوله وديه، ولكن في النهايه البطولات الرسميه ان شاء الله باذن الله قادمه للزمالك، بطوله دوري افريقيا باذن الله هتكون للزمالك باذن الله ان شاء الله. استاذ جميل، في نقطه مهمه. اتفضل يا فندم، اتفضل. في نقطه مهمه بتكلم عنها. اتفضل. شوف انا حقيقه يمكن يعني ابغى اشكر شيكابالا. اول شيء شيكابالا هذا الرجل ترى محبوب، هذا الرجل حب فيه خلاص، وحبه للفريق البيضاء ودعمه للاعبين الشباب. شوف هذا اللاعب لما يدعم لعيبه الشباب، ترى هذا ما يسويها كل لاعب، اذا اللاعب القائد، اللاعب المميز، اللاعب الحريص على مصلحه ناديه. وطبعا انت ما يعني كابتن طارق يعني في نجوم الزمالك، كابتن جمال عبد الحميد، انا ما احب انسى يعني ما ابغى انسى اسماء كثير. طبعا خالد الغندور، هذه اسماء يعني، لكن شيكابالا في الملعب، شوف ايش بيقدم في الملعب مع الزملاء والشباب. صحيح. هذه حقيقه يمكن يعني تاكيد على انه الدور اللي تقوم به اداره، والحب والبيئه الجميله اللي في نادي الزمالك تعطي هذا الانطباع الجميل عن هذا النادي العريق. وان شاء الله باذن الله شيكابالا، طبعا لا انسى برضه، ومبروك صفقه محمد صبحي اليوم الحارس. ايه رايك بقى في الصفقه دي بقى استاذ جمال؟ شوف والله انا بالنسبه لي حراسه المرمى في وجود عواد، والان اصبح اقوى بوجود محمد صبحي. صحيح. يعني الاثنين، محمد عواد نجم كبير ترى على فكره، يعني يمكن الاخ عمر صبحي يعني في 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 البرنامج في اكشن، في برنامج اكشن مع وليد، حمل محمد عواد، وانا لا ما حملوا الهدف. الهدف كان يعني كان واحد من لعيبه المدافعين اللي هو اظن المسلوسي تقريبا. المسلوسي كان مغطي التسلل. ايوه صح، المسلوسي كان مغطي التسلل. صح. مغطي التسلل، فبالتالي ما كان عواد يقدر يسوي اي شيء. عواد نجم كبير، وزي ما بيقولوا زي ما تقولوا انتم في دماشق جديده يعني صراحه.
محمد عواد والان جاء محمد صبحي، يعني لا تخاف على الزمالك بوجود المستشار مرتضى منصور وبقيه اعضاء مجلس الاداره. واشكر حقيقه احب اشكر شكر خاص للاستاذ امير مرتضى منصور، الحقيقه حبه وحب هذا الشخصيه الجميله، الشخصيه الاداريه اللي حقيقه تبعث على اطمئنان جماهير الزمالك انه ناديهم ان شاء الله بخير بزياره المستشار مرتضى منصور. وبالتوفيق ان شاء الله للزمالك، حبيبي دائما من بطوله لبطوله،